تكون مؤمن بالفكرة، لما تكون عندك فكرة صناعة النجوم بيبقى عندك بذرة النجاح، واعتقد ده مهم. كنتوا عايزين الحكاية قلت لكم اقولها من البداية، وشفتوا من البداية كانت عاملة ازاي. ناس كتيرة مش ممكن تكون كانت هتصدق ان محمد صلاح وان تريزيجيه وان رمضان صبحي وان احمد الشناوي وان كوكا وان غيرهم كتير جدا من النجوم هم من خريجي هذا الدوري اللي كان الكل بيتنافس عشان يبقى موجود فيه، ولسه اللي جاي احلى.